ريني فايرر هو كان جاي مجهول للجميع. انا كان ليا وجهه نظر من البدايه خالص ان النادي الاهلي محتاج مدرب ذو شخصيه لا تقل عن شخصيه مانو جوزيه، ويمكن في احدى اللقاءات في قناه النادي الاهلي قلت هذا الكلام قبل اختيارهم لريني فايرر. كلنا كنا نعلم ان بيفاوضوا مدربين على مستوى اسماء كبيره يمكن ما وفقوش فيها، انما انا شايف انهم وفقوا في اختيارهم لفايلر، لان الميزه ان المدرب او هذا المدرب بصمته وضحت بسرعه. انا ما بقولش في النتائج بس، لا هو نجح في شيء مهم جدا وهو عوده الروح للنادي الاهلي، عوده خلق فرص المنافسه بين اللاعبين، ان انا كمدير فني اقدر ارجع لاعبين فقدوا الثقه في نفسهم وكانوا عناصر اساسيه ومهمه جدا وفقدوا مستواهم الفني، تطوير اداء حسين الشحات، كل كان بيتساءل اين فلوس حسين الشحات وازاي حسين الشحات يدفع فيه المبلغ ده، قدر ان هو يعيد حسين الشحات ويزيره بشكل جيد جدا واحراز اهداف وصناعه اهداف، حتى رمضان صبحي بدا يوظفه بالشكل الامثل لخدمه الفريق، خدمه اللعب الجماعي وليس اللعب الفردي. ده بقول ان ده النجاح الاكبر لرني فايلر، لان طالما طورت من اداء اللعيب، طالما قدرت توظف اداء اللعيب لخدمه الفريق ككل، ده هيعود على الفريق بالنتيجه الايجابيه. ففايلر نجح حتى الان على كل المستويات. ميتشو انا شايف ان هو المدرب بدا بشكل كويس قوي، بدأ نادي الزمالك له شكل وله أداء فني متميز من خلال الكرات السريعة، بدأ نشوف نادي الزمالك بيضغط الخصوم من التلت الأولاني مع احتفاظه بالكرة، ما كانش الزمالك عنده المدرسة دي اللي هو الاحتفاظ بالكرة في التلت الأخير لملعب الخصم وأنه يخلق فرص من جميع الاتجاهات، دي لقيناها في ميتشو في بداية توليه نادي الزمالك. بدأ يثبت التشكيل. أنا شايف إن الفترة الأخيرة ميتشو ما بيشتغلش بدماغه فقط، يعني أعتقد إن ممكن يكون في بعض التدخلات في إجباره على لاعبين بعينها تلعب، وده أثر على أداء نادي الزمالك. على سبيل المثال لو بصيت أداء نادي الزمالك الشوط الأول مع النادي الأهلي في مباراة السوبر والشوط الثاني فرق شاسع، لعب بطريقة أنا استغربت حتى وأنا بتفرج على المباراة، مش هي دي طريقة نادي الزمالك أو ميتشو خلال المباراة اللي قبل مباراة النادي الأهلي وهي الكرات الطولية، لأ نادي الزمالك كان دايما بيلعب المثلثات الصغيرة ومن خلال فرجاني ساسي طارق عامد اللعيبة أصحاب المهارات أشرف بن شرقي ونجم، وده اللي نفذوه الشوط الثاني، واعتقد ان هم ضغطوا النادي الاهلي في الشوط الثاني لما رجعوا لطبيعتهم. مدرب كويس بس لو اشتغل بفكره هو فقط اعتقد هينجح بشكل كويس مع نادي الزمالك.